يا شباب عدنا من فقرة الإعلانات، بنعتبر القطع في الإنترنت ده فقرة إعلانات، وعدنا آخر البث المباشر ومرة أخرى البث المباشر، فاعتبروها فقرة إعلانات زي ما اتفقنا. طب إيه نوع ده سؤال مهم في الإم إس كيو، إيه نوع الأيون اللي موجود جوه الخلايا؟ الأيون اللي موجود جوه الخلايا هو البوتاسيوم، ورمزه هو رمز الكي، لأن أصل الكلمة هي كاليوم. وفاكر وأنا بدرس في الجامعات الأمريكية قلت لهم ما أصل كلمة كاليوم، لماذا سمي البوتاسيوم بكاليوم وبحرف الكي؟ قالوا لي إن الأصل لاتن، ولكن لأننا لابد أن نعتز بعروبتنا فأنا قلت لهم الأصل عربي. قالوا لي يعني إيه؟ قلت لهم نحن العرب نؤمن بأن كل حاجة ربنا عملها على ميزان، فربنا حط أيون مسؤول عن الحامضية هو الهيدروجين، وأيون آخر مسؤول عن القلوية هو البوتاسيوم. فكالوي ما عندهمش حرف القاف فبيكتبوها كالوي كاليوم، كالوي كاليوم، لهذا السبب الرمز بتاعها كي. ولما اجي للصوديوم هبقول لك في اوانيها ليه برضو رمزها ان ايه، مع ان صوديوم ما فيهاش كلمه ان ايه، اصلها نيتريوم، لانها برضو الاصل العربي هنقولها في اوانيها. لابد ان نعتز بعروبتنا. جميع الخلايا الايون الموجود بداخلها هو الايون البوتاسيوم، ورمزه كي نسبة إلى كلمة عربية هي كالوي كاليوم فيكتبوها كي. يبقى الكونتنت مفيش نيوكليس ومفيش معظم العضيات، ليفسح الله مجالا للهيموجلوبين في خلايا هي الأكثر عددا في الجسم 70% من الجسم، لأننا نحتاج كميات رهيبة من الغازات كل دقيقة. وفي بوتاسيوم، ده كانت الصفحة الأولى من الصفحات الثلاثة اللي هناخدها النهاردة. اقلب الصفحة من فضلك. تاني صفحة خاصة بأهم مكون داخل الإريثروسايتس وهو الهيموجلوبين. خد بالك كل ده مش أسئلة نظري، هدواتي مقولش ولا سؤال نظري، كل حصة فيها درة فيها سؤال واحد هو النظري المهم. تقلب الهيموجلوبين وبرضه حب النظام، فناخد أول كولم اللي هو الكونتنتس، كمية الهيموجلوبين في الأربع سيز. أنا قلت الهيموجلوبين بيمثل 34% من وزن الأربع سيز، وده رقم ملوش أي قيمة، أقوله بس عشان ريحك. كونتنت الميل عنده أربع سيز أكتر، وعليه يبقى عنده هيموجلوبين أكتر في كل 100 سنتي، فعنده 15 ل16 التمييز. التمييز جرام، معظم الأشياء للمرة العاشرة في الدم بالميلي جرام، ما عدا شيئين البلازما بروتينز والهيموجلوبين. 15 ل16 جرام في كل 100 سنتي، اكتبوها حتى دي ال اللي هي معناها بيرسنت، ولازم تبقى طبيب فاهم كويس. دي ال يعني دي سي لتر، عشر لتر، عشر لتر ألف سنتي، عشر الألف يبقى 100، زي ما المتر ينقسم إلى 10 دي سي متر، كذا اللتر ينقسم إلى 10 دي سي لتر. فلما تقراها دي ال تبقى فاهم دي معناها بيرسنت، ما تغلطش. أما في الفيميل 13 ل14 جرام، لأنه أقل عندهم الـ RBCs، فيبقى بالتالي الهيموجلوبين أقل جرام في كل دي سي لتر. الفيتس أظن أنتوا اللي هتقولي بقى إن ربنا بيتولد عنده RBCs أكتر وعليه عنده هيموجلوبين أكتر، 19 جرام، وأنتوا بس اللي عارفين ليه. لانه عشان الار بي سي دي عمرها الافتراضي 120 يوم، بنعمل ار بي سي جديده كل 4 شهور، نعمل ار بي سي جديده. المصدر الاساسي للحديد لعمل نيو ار بي سي هو الريسايكلينج، تاني مصدر هو الاكل، الرضيع. الرضيع زي ما قلنا اسف الفيتس دي مكتوبه خطا، هي المفروض تبقى الانفنت، ام فيري سوري سوري، الفيتس دي الانفنت عنده 19 جرام، الانفنت هو الرضيع، فربنا عوضه عنها بزياده عدد الار بي سيز وبالتالي كميه الهيموجلوبين، عشان هو مع اللبن فقير في الحديد فبيستخدم الحديد بتاع التدوير مش بتاع الدايت. يبقى صلح لي من فضلك الفيتس، خليها انفنت. طب النقطه الثانيه الفانكشنز، قلناهم الفانكشنز على الهيموجلوبين وظيفتين، بيشيل الاكسجين والكربون دايوكسيد، اكسجين اند كربون دايوكسيد كارج
وهو بيمثل 65% من البافرنج، 85% من البافرنج باور بلاد، اللي هي 6 تايمز البافرنج باور اوف بلازما بروتينز. كنا قلناها مع الار بي سيز في الصفحه اللي قبلها. نيجي النقطه الثالثه اللي هو تايبس اوف هيموجلوبين. الاول انا عاوزك تفهم تركيب الهيموجلوبين. فبص لي، كل هيموجلوبين موليكيول معمول من 4 سب يونتس اهم اللي انا بشاور عليهم بالليزر اهو. في 2 باللون الازرق زي بعض 2 يونتس، وفي 2 اهم باللون ال اي ثينك ايه ده، يمكن يبقى حاجه اقرب للبني. يبقى كل هيموجلوبين موليكيول عباره عن 4 سب يونتس. كل سب يونت لو بصلها على حده هتلاقي عباره عن قرص حديد في النص اهو اللي بشاور عليه، ده اللي بيشيل الاكسجين، وملفوف حواليه حبل من الامينو اسيدز يبقى بوليبيبتايد. يبقى كل يونت عباره عن حديد هيشيل الاكسجين وحواليه حبل من الامينو اسيد، يعني بوليبيبتايد تشين دي اللي هتشيل الكربون دايكسايد. اي ان مفيش مزاحمه بين الاكسجين والكربون دايكسايد. الاكسجين يحمل على الحديد اللي هو القرص اللي في النص، والكربون دايكسايد ثاني اكسيد الكربون على احد الامينو اسيد بتاعه البروتين. مفيش مزاحمه. بس في نقاط لطيفه جدا ناخد بالنا منها يا شباب. برغم ان مفيش مزاحمه، فانه ربنا عمل حاجه رائعه، ان هما الهيموجلوبين زي ما بقول شغال نظام شادي، علشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين. كلما كان اكثر حملا للاكسجين كان اقل حملا لثاني اكسيد الكربون، والعكس بالعكس. يعني لو شال اكسجين كتير مع انه مفيش مزاحمه يشيل سي او 2 قليل. هناخد الظواهر دي في الريسبريشن باذن الله في التنفس، وهنعرف سببها ايه. يشيل سي او 2 كتير يشيل اكسجين قليل. مره اخرى يثبت انه وراء الخلق خالق. ليه؟ تعال نفكر حاجه ما تقلش في المحاضره، لكن انتوا عارفينها. هو في اللنج الهيموجلوبين بيعمل ايه؟ بياخد اكسجين ويسيب كربون دايكسايد. فربنا خلى كل ما يمتلئ اكتر بالاكسجين يترك اكتر الكربون دايكسايد لينطلق الى الهواء الخارجي. بالعكس، لما الهيموجلوبين يروح للانسجه للتيشوز بيحصل عكس، يشيل كربون دايكسايد، ياخد كربون دايكسايد من التيشو. فلما يشيل كربون دايكسايد كتير يطلق بعضا من الاكسجين للانسجه التي هي في امس الحاجه لهذا الاكسجين. ما هي هذه العظمة الإلهية؟ فعلا وراء الخلق خالق في أدق التفصيلات. كلما كان أكثر حملا للأكسجين في الرئة يترك السي أو 2 أقل حملا للسي أو 2، وكلما كان أكثر حملا للسي أو 2 في التيشو يترك الأكسجين. عاوز اللي أحلى منها جاية. حتى كمية الأكسجين التي يطلقها الهيموجلوبين للتيشو متناسبة مع التيشو اكتيفيتي، بروبورشنال تو تيشو اكتيفيتي. انت عارف بالمنطق كل ما التيشو زود الاكتيفيتي المفروض عاوز اكشن اكتر. فربنا حط كأن في كمبيوتر في هذا الهيموجلوبين، خلى فيه اربع عوامل بتحصل مع الاكتيفيتي، مش هنحفظها، هم يحفظوها احنا نفهمهم. اي عامل على حده فما ادراك بالاربعه مجتمعين يخلوا الهيموجلوبين الافينيتي بتاعته الاكشن تقل، يسيب اكشن اكتر انسجه. انا لما ببقى اكتف، لما ببقى اكتف بيحصل يفكر معايا بيزيد السي او 2 دي لسه قايلينها البرودكشن. لما ببقى اكتف بسخن بتزيد التمبرتشر. لما ببقى اكتف قلنا الجسم لا ينتج غير اسيدز، الحامضيه بتزيد، بيزيد الهيدروجين اين كونسنتريشن. لما ببقى اكتف بكسر الجلوكوز، الجلوكوز فبينتج ناتج اسمه دي بي جي داي فوسفوجليسريت. فربنا خلى كل واحد من الاربعه دول اللي بيزيد انتاجهم مع الاكتيفيتي يتحد مع الهيموجلوبين يغير تركيب الموليكيول يخليه يسيب الاكسجين. يبقى كلما كان الانسان اكثر نشاطا كان اكثر انتاجا لثاني اكسيد الكربون، اكثر سخونه التمبرتشر تزيد، انتاجا للاحماض الهيدروجين تزيد، يكسر الجلوكوز فينتج الدي بي جي. العامل الاربعه دول يتحدوا مع الموليكيول بتاع الهيموجلوبين يغيروا شكله يخليه يسيب اكسجين اكتر. تمام، اللي كنت بقولها ازيف ده هيموجلوبين از فولي كومبيوترايزد، كانه محطوط فيه كمبيوتر بيحسب احتياج التيشو. التيشو الاكثر نشاطا اكثر انتاجا للاربع حاجات دي، ثاني اكسيد الكربون والاسيدز الهيدروجين
والحرارة التمبرتشر ويكسر جلوكوز فينتج دي بي جي. الأربعة دول يغيروا شكل جوجل ما يخليوش يسيب أكتر أوكسجين للأنسجة. واحد من أهم الأسئلة في الـ MSQ يا شباب، عايزين نفهم ما نحفظ، ده الغرض من هذه المحاضرات. بعد ما قلنا التركيب تعالى نرجع بقى للتايبس اوف هيموجلوبين. في عندي الهيموجلوبين نوعان، هيموجلوبين A يعني بتاع الأدل بتاع حضرتك والعبد الله، وده يتكون من 2 ألفا و2 بيتا اللي هو مرسوم قصادك في الرسمة. 2 ألفا هم تشينز باللون البني و2 بيتا باللون الأزرق. أما الهيموجلوبين بتاع الفيتاس بتاع الجنين وهو F بيتكون من 2 ألفا و2 جاما. وهنا بقى في سؤال MSQ مهم جدا، مين عنده أفينيتي قابلية أكثر لل أكسجين؟ طب ما بدل ما نحفظها ما قلنا هنبقى بمتعة في التفكير، فبقولها دائما أبدا سؤال بداخله الإجابة، سؤال جوه الإجابة بتاعته. الأدلت هيموجلوبين اعتبروا ده الأم، الأم أدلت، يبقى الهيموجلوبين A ده بتاع الأم، أما الهيموجلوبين F ده بتاع الفيتس. من يعطي من؟ مين بيدي الأكسجين للتاني؟ أظن الإجابة سهلة جدا في مخك، الأم اللي هو الأدلت هيموجلوبين بيدي الأكسجين للفيتال هيموجلوبين، يبقى لازم الأدلت هيموجلوبين يسيب الأكسجين يبقى عنده less affinity for oxygen، والفيتال هيموجلوبين ياخد منها الأكسجين فلازم يبقى عنده more affinity for oxygen. فربنا خلق الأدلت هيموجلوبين عنده less affinity والفيتال هيموجلوبين عنده more affinity for oxygen. سؤال بداخله الإجابة، من يعطي من؟ الأم الأدلت تعطي الأكسجين لجنينها الفيتال، يبقى لازم الهيموجلوبين بتاعه مستعد يسيب، عنده decreased affinity، affinity يعني قابلية، مش عاوز يمسك الأكسجين هيسيبه للجنين، بينما الفيتال هيموجلوبين عنده increased affinity. طب التفسير لطالب ذكي، هما الاثنين عندهم الهيموجلوبين A والهيموجلوبين F عندهم 2 ألفا، يبقى 100% الاختلاف مبعثه إن هو الفرق بين البيتا والجاما. البيتا سب يونتس، البيتا سب يونتس قابلة للاتحاد بالدي بي جي اللي هو المادة اللي جاية من تكسير الجلوكوز، وعليه يتغير شكلها وتسيب الأكسجين، بينما الجاما بتاعت الفيتس غير قابلة للاتحاد بمادة الدي بي جي، وعليه ما يتغير شكلها وما تسيبش الأكسجين، تحتفظ بالأكسجين. يبقى ده تفسير الظاهرة. طيب في بقى كلام ما مش قيمه بس بنضطر نقوله، هل في نوع ثالث من الهيموجلوبين؟ اه، في هيموجلوبين A2 في الادلت، ده من 2-4% بيتكون من 2 بيتا و2 دلتا سب يونتس، يعني ده بنقول ايه، بنكمل الشكل لكن ملوش قيمه. في سؤال في الام اس كيو جميل، امتى يتحول الفيتال هيموجلوبين الى ادلت هيموجلوبين؟ اي اجابه هتيجي في مخك هي خطا. الواحد يتصور يوم نولد يتحول الفيتال الى أدل، او لما نبقى ندخل سن البلوغ. الاجابتان خاطئتان. اكشولي التحول من فيتال الى أدل هيموجلوبين بيحدث في الشهر الرابع وفي الاورجانيل اللي اسمه الميتوكوندريا، لا ساعة ما تولد ولم تعد بعد جنينا ولا ساعة ما تبلغ. الإجابتين خطأ بعد 4 شهور، وهذا يحدث في الميتوكوندريا، وأكشن بيحدث بالتدريج، لأن احتياجك للأدلت هيموجلوبين بيتزايد من أول ما تتولد. خلاص أنت ما بتاخدش غير من الجو، ما بتاخدش من الأم، this why بيبتدي التغيير immediately بعد الولادة ب4 شهور. ده سؤال مسكي مهم. نيجي الكيميكال رياكشنز أوف هيموجلوبين، ده أول سؤال نظري بس مش مهم السؤال عندنا. chemical reactions، تفاعلات كيميائية للهيموجلوبين. لو جالك هذا السؤال هتجاوبه في 5 نقاط. النقطة الأولى، الأكسي هيموجلوبين المتحد بالأكسجين والريديوز هيموجلوبين الغير متحد بالأكسجين، الاثنين الحديد بتاعهم فيروس ثنائي، ودي غلطة مشهورة. يعني الهيموجلوبين قبل ما يشيل الأكسجين بيبقى الحديد ثنائي فيروس، طب وبعد ما يمسك في الأكسجين؟ المنطق يقول
يتحول إلى فرك؟ لا، بيقعد برضو في الرأس. ليه؟ ليه؟ الإجابة سهلة جدا، لأن دي عملية أكسيجينيشن وليس أكسيديشن، مش عملية أكسدة أكسيديشن، دي عملية تشبع بالأكسيجينيشن. طب ليه ربنا عمل كده؟ تعال نفكر، لو كان الهيموجلوبين المختزل أول ما يتحب بالأكسجين يتحول الفرس لفرك، كان هيمسك الأكسجين بقوة شديدة، ودي حاجة احنا مش عاوزينها. عارف ليه؟ لأن بعد ثواني معدودات البلاد ده اللي طالع من الرئة هيوصل الأنسجة، وهيسيب الأكسجين اللي خده من اللنج هيسيبه عند الأنسجة. حاجة هتسيبها بعد ثواني، فكر معايا، مسكتها عند اللنج وبعد ثانيتين تلاتة هتسيبها عند الأنسجة. ليه تمسكها بقوة؟ ليه تبقى أكسيديشن؟ تبقى أكسيجينيشن بس. عشان كده بيبقى الحديد في الفرس فوق. واحد من أهم الأسئلة في إم إس كيو، الأكسي والريديوز الاثنين فرس، فرس فعلا وراء الخلق خالق. حاجة هنسيبها بعد ثانيتين، ليه أربطها في إيدي؟ ليه أمسكها بقوة؟ أمسكها بضعف عشان أسيبها بسهولة. فكر. نيجي تاني حاجة في الكيميكال رياكشنز، في حاجة اسمها مات هيموجلوبين. مات هيموجلوبين، هذا المات هيموجلوبين في العالم موجود عندنا شباب أكسيدايزينج إيجنتس، يعني حتى الناس كلها دلوقتي بتحب تاخد حاجات تمنع الأكسدة. أولا فقر المعلومات العامة، الأكسيدايزينج إيجنتس دي بتضرنا في شيئين يا شباب. أولا بتبوظ الدي إن إيه، ثانيا بتبوظ الهيموجلوبين وبتحوله الى ميت هيموجلوبين. بتحول الحديد بتاع الهيموجلوبين من فرس الى فرك. هذا الفرك لونه ازرق، يبقى الهيموجلوبين هيبقى لونه ازرق مش احمر. وتاني حاجه كان نوت كاري اوكسجين. يبقى ما هي عيوب هذا الميت هيموجلوبين؟ حاجتين، انه ازرق، ده مش عيب قوي، ده مجرد لون. والعيب الاساسي انه كان نوت كاري اوكسجين، لانه فرك ان نوت فرس، وعشان كده سموه برضو بحب ادرسكم ترمينولوجي ميت هيموجلوبين. ميت يعني بعيدا عن، فميت هيموجلوبين يعني هيموجلوبين بعيد عن كونه هيموجلوبين، لانه كان نوت كاري اوكسجين. زي ما بقولها مع الاعتذار في التعبير، رقاصه ما بترقص، يبقى ازاي نطلق عليها راقصه؟ اذا كان هي بترقص، هيموجلوبين ما بيشيلش اوكسجين، يبقى ده مش هيموجلوبين، يبقى ده ميت هيموجلوبين، بعيد عن كونه هيموجلوبين. ده عيب الاكسيدايزنج ايجنتس اللي في الدنيا. وبقيت فقره المعلومات العامه، الناس كلها شايف هنا في امريكا وفي كندا وفي مصر عماله تشتري انتي اوكسيدنتس ويضاعوا فلوسهم. لا ازيع سرا، احسن انتي اوكسيدنتس في الدنيا هو الجزر، وهو ارخص حاجه. كل جزر ده احسن انتي اوكسيدنتس، يعني يقيق من الأكسيدايزينج إيجنت في الدنيا. المهم تعال بقى نشوف دي حتة مهمة جدا عاوزين نفهمها مع بعض يا شباب. يبقى الريديوست والأوكسي هيموجلوبين، هوريها لكم بقى في الرسمة اللي أنا رسمها. الريديوست والأوكسي هيموجلوبين أخم، الريديوزد والأكسي هيموجلوبين الحديد بتاعهم فرس، أهو زي ما انت شايف في رسم عيدك الشمال. بالأكسيدايزينج إيجنت هيتحول الفرس إلى فرك، وبالتالي ما بقاش هيموجلوبين، بعيد عن كونه هيموجلوبين، فنسميه مات هيموجلوبين. ويعيب هذا الفرك، قلنا إيه؟ حاجتين يا شباب، إنه لونه بلو وكان نوت كاري أكسجين، بلو كان نوت كاري أكسجين. إذن سوف يسعى الجسم حثيثا الى ارجاع الميت هيموجلوبين مره اخرى الى ريديوسد اوكسي هيموجلوبين. يبقى المفروض يعمل ايه عشان يرجع الميت هيموجلوبين لريديوسد اوكسي هيموجلوبين؟ يرجع الفرك تاني الى فرس. لطالب ذكي، طب اذا كان تحول الفرس لفرك باوكسيدايزنج ايجنت اهو باوكسيدايزنج، يبقى ارجاع الفرس الى الفرك الى فرس بالعكس، يبقى بالريدكشن. عشان كده أهم ما في اسم الإنزيم إن هذا الإنزيم عبارة عن ريدكتيز إنزيم. يبقى لو سألك مين اللي بيرجع الميت هيموجلوبين إلى هيموجلوبين، مين اللي بيحول الفرك لفرس، يبقى 100% ريدكشن، يبقى ريدكتيز. عاوز اسمه الطويل
هذا الريدكتيز بيعمل ريدكشن لمين؟ للميت هيموجلوبين. يبقى نسميه ميت هيموجلوبين ريدكتيز اللي هو الاسم اللي تحته. طب اي عملية ريدكشن محتاجة هيدروجين، مين اللي بيدي هذا الهيدروجين؟ مركب اسمه ناد اتش، اتش يعني هيدروجين. يبقى اسم الانزيم للاوائل ناد اتش ميت هيموجلوبين ريدكتيز. يبقى تاني بنفكر ما بنحفظ الهيموجلوبين والريديوز هيموجلوبين، الحديد بتاعهم بيبقى في الرص لان عمليه اكسجينيشن النوت اوكسيديشن. اما الميت هيموجلوبين الحديد اللي فيه بيبقى فرك، وقلنا هذا الفرك فيه عيب انه كانوت كاري، كانوت كاري اكسجين، ما يقدرش يشيل الاكسجين ولونه بلو. عشان مين اللي بيعمل عملة الوحشة دي؟ الأكسيدايزنج ايجنت، بيحول الفيروس لفرك. هذا الفرك لا يحمل اكسجين وقلنا لونه بلو، يبقى انا عاوز ارجع هذا الفرك مرة اخرى الى فيروس. يبقى نفكر بهدوء، اذا كان التحول بأكسيدايزنج ايجنت من فيروس لفرك يبقى ارجاعه الفيروس يبقى برودكشن. فالإنزيم أهم ما في اسمه، عاوزك تفكر ريدكتيز. طب يريدوس مين؟ الميت هيموجلوبين. يبقى نسميه ميت هيموجلوبين ريدكتيز، يعني ناخدها حتة حتة. طب عملية الريدكشن محتاجة هيدروجين، مين يدي الهيدروجين؟ الناد اتش، فنسميه ناد اتش ميت هيموجلوبين ريدكتيز. يوجد في عالمنا هذا بعض الأطفال عندها الإنزيم ده ناقص، فما بترجعش الميت هيموجلوبين الوحش الى الهيموجلوبين الحلو بالسرعه الواجبه. ما قلتش مش موجود، عاوزين نفكر كناس بالغين عاقلين. لو مش موجود خالص يموت الطفل، يبقى اي موت هيموجلوبين مش هيرجع تاني، في ديفيشنسي في هذا الانزيم. فالميت هيموجلوبين ما بيرجعش للنورمال هيموجلوبين بالكيفيه الواجبه بالسرعه الواجبه، فكميته تتزايد. يبقى الطفل ده عنده ميت هيموجلوبين كتير، يبقى نسمي هذه الظاهره ميت هيموجلوبين ايميا. ايميا يعني دم، زياده الميت هيموجلوبين في الدم ميت هيموجلوبينيميا. يبقى ما هو سبب مرض الميت هيموجلوبينيميا؟ ان الطفل ده عنده ديفيشنسي نوت ابسنس، الاوائل بيقولوا كلام معتبر، نقص الميت الناد اتش ميت هيموجلوبين ريدكتيز. طب فكر معايا، يبقى لون الطفل ايه ده؟ انا قلت الميت هيموجلوبين لونه ايه؟ يبقى لونه بلوش. وايه خطوره المرض؟ ان هذا الميت هيموجلوبين كان نوت كاري أكسجين. تالت حاجة هناخدها يا شباب بقى، بحب تحفظ واحد مع اتنين، الفرس والفرك. الفرس ده الأكسيوردوز هيموجلوبين والفرك ده الميت هيموجلوبين، تحفظوا مع بعض، أحب قوي التجمعات. طيب هناخد النقطة التالتة والرابعة، إيه الفرق بين الكربون دايكسايد والكربون مونوكسايد؟ كربون دايكسايد والكربون مونوكسايد. معلش انا بنشتغل بامكانيات بسيطه خالص يا جماعه، اتجاست معايا ميني ايباد والابل كمبيوتر وتليفون سمارت فون بحط عليه الاسئله بقراها، يعني في الناس فاهمه ان انا عندي استوديو هنا. لا انا اكشلي بره بيتي، انا يعني متطفل على ناس اقاربي هنا جاي اتفسح معاهم في مارتل بيتش، فحتى بقول لهم من فضلكم مش عاوز اي كلام طوال ما انا بتكلم، فيعني اعذروا امكانياتي الضعيفه جدا. الكربون دايكسايد والكربون مونوكسايد نحفظ 3 مع 4، ايه الفرق بينهم؟ الكربون دايكسايد لا يزاحم الاكسجين، انه ما بيتحدش مع الحديد، بيتحد زي ما قلنا مع الامينو اسيد بتاعه البروتين، فعشان كده بيدي مركب اسمه كاربامينو هيموجلوبين. بينما الكربون دايكسايد، الكربون دايكسايد الوحش ده اللي هو غاز او اكسيد الكربون، اللي هو عاوز اقول لكم فقره المعلومات العامه، مين اكثر غاز بيتسبب في الوفيات في العالم؟ مش غاز البوتاجاز ولا الغاز الطبيعي، كربون دايكسايد اللي هو غاز اول اكسيد الكربون. Today it causes more deaths than any other gas all over the world. اكثر غاز بيعمل وفيات في العالم. وفقره المعلومات العامه زمان كانوا بيستخدموه في إعدام المجرمين في اليونان وفي روما، يعني الرومانز والجريك كانوا بيإكسكيوت الكريمينال بالكربون مونوكسايد.
طبعا دلوقتي غرف الاعدام بالغاز في امريكا لا يستخدم فيها الكربون مونوكسيد، يعني هم طوروها اكتر بيستخدموا غاز السيانايد رحمه بالشخص اللي هنعدمه، لان غاز السيانايد بيقتل في 10 دقائق، احنا عاوزين نعدمه مش عاوزين نعذبه. فده معلومات طريفه عن غاز اول اكسيد الكربون. هقولها تاني، معلومات عامه وبحب جدا المعلومات العامه. ده اكتر غاز بيعمل وفيات في العالم، وكان يستخدم في اعدام المجرمين في اليونان وفي روما. دلوقتي في امريكا غرف الغاز بيستخدموا السيانايد لانه بيقتل في 10 دقائق. عيبه ايه بقى؟ كربون دايوكسيد انا قلت لا يزاحم الاوكش، ما بيتشالش على الحديد، اهو اشاور لك عليها بالليزر، ادي الحديد اهو. الكربون دايوكسيد بيتشال على الامينو اسيد بتاعت البوليبيبتايد شين، بينما الكربون مونوكسيد اللي هو اول اكسيد الكربون بقى بيزاحم الاكسجين، بيتشال على الايرون بتاع الاكسجين. عشان كده المركب يسموه ايه بقى؟ مش كارباماين، ده مع الايرون بتاع الاكسجين سموه كاربوكسي هيموجلوبين. يبقى الكربون دايوكسيد لانه بيتحد مع الامينو اسيد فبيسموه كارب امينو، انما ده بيتحد في مكان الاكسجين فيسموه كارب اوكسي هيموجلوبين. وشوف الكارثه، انه الافينيتي بتاعته للحديد قد الافينيتي بتاعت الاكسجين 200 مره تقريبا، 200 تايمز. حتى مره طالب سالني سؤال جميل، مش انت بتقول انه وراء الخلق خالق؟ قلت له اه. قال لي طب ليه ربنا خلى الكربون مونوكسيد اللي هو وحش يبقى قابليته للاتحاد بالحديد بتاع الهيموجلوبين 200 مره قد الاكسجين، مع ان احنا محتاجين اكسجين؟ قلت له this showed the mercy of God، هذا يرينا احد صفات الله الرائعه وهي رحمه ربنا. كربون مونوكسيد اللي في الشوارع اللي جاي من الاحتراق الغير كامل لذرات الكربون، اكتر مصدر ليه هو الشكمانات المفلرز بتاعت العربيات، كميه لا تذكر لن تؤثر. عارف كربون دايوكسيد خطورته فين؟ كربون مونوكسيد اسف، كربون مونوكسيد خطورته في الحرائق. نشوف احنا بعد الحرائق ناس بيطلعينهم متفحمين، فنقول يا خبر ده تعذبوا تعذيب رهيب. ما تعذبوش خالص، لان مع اول انبعاث لكميات قليله من غاز اول اكسيد الكربون اتحدت مع كميات كبيره من الهيموجلوبين، لان قابليتها للهيموجلوبين 200 مره قد الاكسجين، فما فيش اكسجين بيوصل للمخ، فتم تخدير هذا الشخص. فلما تفحم ما حسش حاجه خالص، لا يضير الشاكل سلخها بعد ذبحها، مش هتضار في حاجه. فانا بقول هو ليه ربنا خلى الكربون مونوكسيد الافينيتي للهيموجلوبين 200 مره قد الاكسجين؟ دي برضه مش هتقلك في المحاضرات، اديني قلتها لك، انها تري انه وراء الخلق خالق رحيم. لن نضار بهذا الكربون مونوكسيد اللي في الشوارع لان كمياته لا تذكر، انما هنضار به في الحرائق. فبدل ما انا اموت وخراب ديار كمان هتالم اتفحم وحاسس نفسي بتفحم، لا، اول انبعاث لكميه معتبره من الكربون مونوكسيد هيتحد مع كميات كبيره من الهيموجلوبين، مفيش اكسجين راح للمخ، تم فقدان الوعي والتخدير. سبحان الله. خامس حاجه في الكيميكال رياكشنز اللي هي البفر، الهيموجلوبين 6 تايمز البفرنج باور اوف بلازما بروتينز. ده اول سؤال نظري النهارده، given account on chemical reactions of hemoglobin. هتشرحها لو انا بقى عاوز اذاكر التحصيل قلنا فن، اخد اول اتنين مع بعض، ايه الفرق بين لما يبقى فيه فرس ده النورمال هيموجلوبين، الاوكسي والريديوز، وسؤال داخل سؤال، الهيموجلوبين بعد حمله للاوكسجين ما زال الحديد فرس ثنائي، لان هذه عمليه اوكسجينيشن ان نوت اوكسيديشن، اتحاد ضعيف. لماذا اتحاد ضعيف؟ فسرتها لك، هنشيل الاكسجين ونسيبه بعد ثواني عند الانسجه، نمسكه بقوه ليه؟ ثم نيجي 3 و4، ايه الفرق بين الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد؟ الكربون دايوكسيد ده هو الحلو، لا يزاحم الاكسجين، بيتشال على الامينو اسيد بتاعه البوليبيبتايد شين فيسموه كاربامينو، انما الثاني بيزاحم الاكسجين فيتشال في مكان الاكسجين مع الحديد، عشان كده يسموه كاربو اوكسي، لانه مكان الاكسجين كاربو اوكسي هيموجلوبين. ما نفرق بالاثنين لو فاهم، مش هتلخبط لو فاهم. وحتى فسرت ليه الافينيتي 200 مره اللي هو ما يعرفهاش كثير من الناس وسالوني فيها في المحاضرات هنا، لكن كان الجواب جاهز. عارف ليه؟ لانه وراء الخلق خالق.
لان هم ما بيفكروش بالطريقه دي، انما انا بفكر كل الفسيولوجي بمنطق واحد انه وراء الخلق خلق. خامس نقطه بفر، يبقى هتكتبهم الفرس والفريك تحفظوا مع بعض، الكربون دايكسيد والكربون اكسيد مع بعض ادي اربعه، وبعدين بافر ان هو 6 تايمز البافرنج باور اوف بلازما. نيجي بقى الابنورمال هيموجلوبين، ده سؤال شفوي. في نوعين مشهورين من الابنورمال هيموجلوبين، في مرض اسمه الثلاسيميا، هنا بيبقى الخلل في كم الهيموجلوبين، يعني الهيموجلوبين نورمال 2 الفا و2 بيتا بس الكميه قليله عشان كده عندي انيميا. فنورمال هيموجلوبين لكن ديكريز ده اما ليه؟ بيبقى العند عنده ديفكت في الجين اللي بيعمل نص الهيموجلوبين اللي بتاع الجلوبين، حتى حلوه في الحفظ، ديفكت في الجين بحرف الجي اهو، ديفكت في الجين اهو بتاع الجلوبين، ده الثلاسيميا. قلت اعلمكم كلمه ترمينولوجي، ثلاث في اللغه يعني البحر، لان الناس اللي عندها ديفكت في الجينات اللي بتعمل الكميه الطبيعيه من الهيموجلوبين دول متكتلين حول البحر الابيض المتوسط. فهذا المرض اكثر شيوعا في العالم في فقد المعلومات العامه في شمال افريقيا اللي مصر من ضمنها وجنوب اوروبا، يعني منطقه حوض البحر المتوسط دي هي اللي فيها الديفكت في الجينات اللي بتعمل الجلوبين، اللي هو ديفكت في الجين اوف جلوبين، وعشان كده سموها ثلاث يعني بحر، ثلاثيميا انيميا البحر. وفهمت ليه بيبقى الخلل هنا؟ احب جدا اللغه في الكم وليس في الكيف. اما النوع الثاني اسمه سيكل سيل انيميا، اللي هي الانيميا المنجليه، سيكل يعني زي المنجل، عارف ارسمها لك اهو، انت المنجل اللي هو بيقصوا بيه الحشائش بتاعت الحدائق، بص هوريها لك اهو، ما تركزش في اليد اللي هي مدوره دي، ادي المنجل الحديد اللي هو الحته اللي فوق، ده شكل ار بي سيز انيميا منجليه. هنا الخلل بيبقى مش في الكم في الكيف، في هيموجلوبين ابنورمال هيموجلوبين، مش نورمال هيموجلوبين زي اللي فوقيها، اسمه هيموجلوبين اس، اظن اس ماخوذه من سيكل، سيكل يعني منجلي. طب واحد يسالني هل الطفل اللي عنده سيكل سيل انيميا ده بتبقى الار بي سيز بتاعته سؤال في الشفوي؟ لو بصيت تحت الميكروسكوب شكلها منجلي، الاجابه خطا، شكلها نورمال. الله الله، امال ليه سموها انيميا منجليه؟ لان لو هذا الهيموجلوبين اتعرض لنقص في ضغط الاكسجين هيترسب في كره الدم الحمراء، وفي الحاله دي فقط هتاخد الشكل المنجلي، يبقى بريسيبيتيت بي بي تي، ده اختصار بريسيبيتيت يعني يترسب ات لو اكسجين تنشن. لو الطفل عمل مجهود ضخم جدا ومستخدم الاكسجين والاكسجين تنشن قل شويه يترسب الهيموجلوبين وتاخد الشكل المنجلي. يبقى خد بالك في ده سؤال شافه مهم، الابنورمال هيموجلوبين في خلل كمي اللي هو الثلاسيميا، الهيموجلوبين نورمال لكن الكميه قليله، في ديفكت في الجين اللي بيعمل الجلوبين. افتكرها ساعات ليه انا بعمق صوتي؟ لان السمع بنتذكر بيه احسن من البصر، السمع احسن، ديفكت في الجين اوف جلوبين. اما اديك اغنيه تقراها لا يمكن تحفظها، سمع لك مرتين احفظها على طول، السمع مقدم على البصر. اما السيكل سيل انيميا فهنا الديفكت في ال... مش في الكيف، مش في الكم، اسف، في الكيف، ابنورمال هيموجلوبين اس، ولكن الخليه شكلها طبيعي الا اذا تعرضت لنقص في ضغط الاكسجين. يبقى سؤال شفوي واحد، احنا بنقول الهيموجلوبين كلمة من شقين، هيم قلت لك أصل الكلمة مش معناها دم، حديد، وجلوبين يعني بروتين، فقرص الحديد في الار بي سيز اهو هو ده الهيم. طب فين الجلوبين؟ خد بالك أنا قلت في أربعة سب يونتس، كل يونت فيها 1 بولي بيبتايد شينز، لما تاخد الفور بولي بيبتايد شينز مع بعض هم دول الجلوبين، يعني للأوائل الجلوبين ما هواش البولي بيبتايد شين، البروتين اكبر من البولي بيبتايد شين، ولا اربعه بولي بيبتايد شينز، يبقى تركيب الهيموجلوبين 4 سب يونتس، اربعه سب يونتس، كل يونت عباره عن جزئين، حديد في النص يشيل الاكسجين، ملفوف حواليه حبل
من امينو اسيد يبقى بوليبيبتايد تشين يشيل الكربون دايكسايد قلنا بلا مزاحمه. لو خدت الاربعه تشينز هم دول الجلوبين، يبقى الجلوبين يساوي 4 بوليبيبتايد تشينز. انما كل يونت عباره عن ايه؟ عباره عن قرص حديد يشيل اوكسجين وحواليه بوليبيبتايد تشين. الحصه دي انا عارف يعني لما ندخل بقى في التجلط وندخل في الاميونيتي ده حصص الطف. تملي البدايات بتبقى يعني عباره عن زي ما يقول ايه مقتطفات كده بعيده عن بعض، بس اتمنى تبقى يعني منسجم وانت بتسمع انه وراء الخلق خالق. ناتي للصفحه الاخيره وهي الطف صفحات واهم على الاطلاق، وهي الاريثروبويزيس، يعني تكوين كرات الدم الحمراء. هنتكلم على تكوين كرات الدم الحمراء إريثروبويزيس. برضو قبل ما انسى في فقره المعلومات العامه زي ما قلت لكم يا شباب، الهيموجلوبين ده اكتشف سنه 1840، اكتشف واحد اسمه هونفيد الماني كان في 1840، لان احنا في الخارج هنا زي ما قلناش الناس اللي بتكتشف عشان نحفز الاخرين على ان هم يحاولوا يكتشفوا ويخلد اسمهم بيتضايقوا جدا، فلازم نقول مين اللي عمل كل حاجه. ده اهم الموضوعات على الاطلاق اللي هو تكوين كرات الدم الحمراء، وهو الطفها اللي هو يسموا العمليه تكوين الاريثروسايت سموها اريثروبويزيس. فتحت انا عارف مكتوب عندك بخط صغير اللي هو ستيبس اوف اريثروبويزيس، ده كلام هيستولوجي لكن هقوله في عجاله. كل كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح بتتكون من خلية واحدة. اسمها ايه الخلية دي؟ اسمها مالتي بوتنت. مالتي بوتنت يعني متعددة المقدرات، اهي الكلمة دي مالتي بوتنت. انكوميتد يعني غير ملتزمة. بقول عندي كوميتمنت يعني عندي التزام ان انا اقابلكم مثلا في الساعة 12 بتوقيت شرق امريكا. ستيم سيل يعني الخلايا الجذعية. يبقى تخيل كل خلايا الدم سواء كانت بيضة او حمراء او صفائح بتبتدي من خلية واحدة متعددة في المقدرات، لانها بتدي اكثر من خلية مالتي بوتنت غير متخصصة في خلية بعينها. انكوميتد خلية جذعية اسمها ستيم سيل. تأمل خاص. الله يعلن عن وحدانيته ان كل حاجة البداية بتاعتها واحد. كل خلايا الدم الحمراء والبيضة، والبيضة دي خمس انواع، والليمفوسايتس بعد كده مليون نوع، والصفائح البداية خلية واحدة. ولين نروح بعيد، بدء الإنسان نفسه خلية واحدة، في حيوان منوي سبيرم وأوفم بويضة، كان ممكن يجوا جنب بعض يبقوا خليتين ونبتدي الخلق بخليتين، لكن ربنا خلاهم يندمج في خلية واحدة، وبعدين الخلية دي تدي الإنسان كاملا. إن واحد خلية واحدة عندها البوتنشاليتي إنها تعمل بني آدم كاملة. الناس اللي هي بتتشكك في وحدانية الله، فبقول في دراسة الفسيولوجي تتعمق مع رؤية الرائعة أنه وراء الخلق خالق. البداية دائما أبدا هنشوفها واحد، خلية واحدة تدي كل خلايا الدم، اسمها مالتي بوتنت يعني متعددة المقدرات، انكوميتد غير ملتزمه انها تدي خليه ستيم سيل، عن طريق مواد كيميائيه طالعه من الليوكوسايتس اسمها انترلوكينز. طبعا الليوكوسايتس يعني خليه بيضاء. اما ايه كلمه انتر؟ سهله، مش احنا بنتواصل دلوقتي بالانترنت؟ الليوكوسايتس تتواصل بمواد كيميائيه اسمها الانترنت بتاع الليوكوسايتس فيسموها انترلوكينز، الانترنت بتاع الليوكوسايتس. تحول هذه الخلية من خلية غير متخصصة لخلية متخصصة، اهو اريثروبيوتين سنسيف يعني حساسة لهرمون الاريثروبيوتين، كوميتد يعني ملتزمة بقى هتدي نوع واحد من الخلايا، لكن ما زالت خلية جذعية اسمها ستيم سيل. يبقى اريثروبيوتين سنسيف كوميتد ستيم سيل، او يسموها برو اريثروسايت يعني ما قبل الاريثروسايتس. دي عن طريق الهرمون اللي هو موضوعنا اللي هو الاريثروبويتين، تحولها الى الخليه الماتيور اللي هي الاريثروسايت. يبقى عندي كانهم تو ستيبس اساسيتين، يعني
يوجد خطوتان أساسيتان. الخطوة الأولى إن إحنا الخلية الغير متخصصة تحول لخلية متخصصة بالإنترلوكينز الإنترنت بتاع الليوكوسايتس، ثم الخلية المتخصصة اللي هي حساسة الإريثروبيتين يجي الإريثروبيتين يشتغل عليها يحولها إلى إريثروسايتس. هنيجي دلوقتي يا شباب السؤال الأخير وهو ألطف الأسئلة في هذه في المحاضرة دي. Factors affecting erythropoiesis، العوامل التي تساعد على تكوين كرات الدم الحمراء. تكتب لي عليها نظري مهم أس ألف. العوامل التي تساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، خمس عوامل. برضو نتعلم، قلنا بعد أسبوعين هنفهم بعض أكتر. مش بس مهم كم المعلومات، ترتيب المعلومات equal important، بمعنى الأهم الأهم فالأقل أهمية. يعني ما تبدأ ليش بعوامل أقل أهمية كده مش 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 هتتقدم للصفوف الأولى وتبقى من الأوائل. فأهم عامل في تكوين كرات الدم الحمراء هو وظيفتها الأوكسجين سبلاي. لو الأوكسجين ناقص لازم أزود كرات الدم. ولا أزيع سرا، أهم حاجة تتحكم في أي عضو في جسمك اتعلمها هو مع الدكتور ناجي، معلومات جميلة، هي الوظيفة بتاعتها. لما يقولك إيه أهم عامل فكر في أهم وظيفة، هتلاقي هي دي أهم عامل، بما يثبت مرة أخرى أنه وراء الخلق خالق. أكسجين سبلاي، لو أنت الأكسجين ناقص كنتيجة الحاجة فيسيولوجية أنك موجود في مكان مرتفع high altitude، أو حاجة مرضية pathological نسميها عندك أنيميا، أو حصل لك نزيف هيموريج فأدى إلى أنيميا، وهو نفس الفكرة، أو lung disease اللي هو لأن اللنج دي مفروض تجيب الأكسجين، أو heart disease لأن ده اللي بيشيل الأكسجين. عشان تعوض هذه الأشياء الحل تزود كرة الدم الحمراء بإطلاق هرمون اسمه إريثروبويتين. إريثروبويتين ده اكتشفوه اتنين فرنسويين في سنة 1900، يعني بقاله 100 سنة وشوية. وأحب أحكي لكم قصة في عجلة لطيفة إزاي بيكتشفوا. جابوا الدم من أرنب أنيميك، عايزين يشوفوا ليه أنيميك وحقنوه في أرنب آخر عادي. تصوروا أن المادة اللي عاملة أنيميا هنا هتعمل أنيميا في الأرنب الآخر، فوجئوا بحاجة غريبة جدا. عشان أريك أصل قصص للتشاف، إن عدد الأر بي سيز في الأرنب الطبيعي لما حقنوه دم بتاع أرنب عنده أنيميا زادت الزياد مضطرد. ففهموا أن في مادة لما بيبقى في أنيميا بتحاول بتسعى لزيادة الأر بي سيز اللي هي الإريثروبويتين. لكن اتنين أمريكان بعدهم بخمسين سنة اكتشفوا مصدر هذه المادة وهو الكيدني في الإنسان الكلية. وبعدين في سنة 1983 قدر الإنسان يحضر هذه المادة وبقت من أهم المواد في علاج الناس اللي عندها فشل كلوي زي ما هنقول. فنبتدي، أهم عامل في تكوين الأر بي سيز هو الأكسجين سبلاي اللي هو الأكسجين. أي هايبوكسيا، هايبوكسيا عن نقص الأكسجين، كما في حالة فيسيولوجية زي هالتيتود أو مرضية زي الهيموريج، وكان في حالات أخرى قلنا لانج ديزيز هارت ديزيز أنيميا، ده بيزود الأر بي سيز عن طريق هرمون اسمه إريثروبويتين. يبقى العملية اسمها إريثروبويزيس والهرمون اللي بيعملها اسمه إريثروبويتين. ساعات يجيب لك يقول لك قول شورت أكاونت على الإريثروبويتين، يعني قول سؤال قصير على الإريثروبويتين، تكلم في أربع نقط مع شق مثل عشق النظام. الأول كيميكال نيتشر، لطالب ذكي علمته أي حاجة بتنتهي بأي إن والإريثروبويتين هرمون بينتهي بأي إن تركيبها يبقى بروتين، البروتين بحرف الإيه الأي إن آخرة، فهو فعلا عبارة عن بروتين، لكن للأوائل جلايكوبروتين أي بروتين مضاف إليه كربوهيدرات فيسموه جلايكوبروتين. سورس بيطلع منين؟ وأنت جنين قلنا تاني في البداية ما بيبقاش عندك بونز، يبقى لازم تعمل في السوفت تيشو الليفر، هنا تعملها في الليفر فقط. لكن لما تبقى أدلت 85% بتعمله في كيدني وستيل كباك اب الليفر اللي متعودة على القصة بتطلع 15%.